مسألة يعني كتير يعني أثرت على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع إن سرعة الطلاق، يعني إن يحصل الزواج وبعد مدة صغيرة جدا يتم الطلاق، وبعدين بعد يعني ينسى الطرفين المعروف اللي كان بينهم، ويبقى في محاكم ويبقى في بهدلة كبيرة جدا ممكن تصل للسجن وما إلى ذلك. النصيحة في هذا الإطار دكتور، علشان يمكن ده يكون سبب برضو من أسباب اللي بتخلي الناس أو الشباب يعني تعزف عن الزواج. لا، وطبعا الزواج الطلاق المبكر له عدة أسباب فيما يعني أعرف وأفهم من خلال معايشة الحياة. في سبب طبعا، وهو أن البعض أحيانا لا يحسن الاختيار، سواء البنت أو الولد ما اخترناش كويس، فالاختيار ده معناه أنا والله ما أحسنتش الاختيار، فاختلفت الطباع، وهنا في مشكلة بتحصل. لما نيجي نخطب، يعني لما جيت اخطب مرة سألت شيخنا الشيخ القرضاوي، بقول له تنصحني بيه؟ قال لي والله شوف، في حكمة بتقول لك فنجل عينيك قبل الجواز وغمضها شوية بعد منه. حكمة غالية والله دكتور. بقول له يعني، قال لي يعني اقعد نقع عينك لحد لما تلاقي اللي في وسط الطروف يعني. وانا ما تتجوز، انت كنت مشترط تكون لهلوبة في الطبيخ، لا طلعت مش لهلوبة، طلعت وسط. فوت واصبر، مع الزمن هتتعلم. والله كنت عايز كذا، طلع كذا، يعني النسبة قلت يعني. فهنا بعض الشباب للأسف لا، عايز قبل الجواز زي بعده، أو البنات نفس الحالة. في دماغها الصورة الحالمة عن الزواج مش الصورة الحقيقية. ده لا، ده أبويا كان بيفرقني أحسن من كده، موالدنا أبوك زوجي. في مسؤوليات مشتركه. لا، انا كنت البيت ابويا ما احطش ايدي في حاجه، ده احنا زبنا ان ابوك دلعت، انت النهارده سيد البيت محتاجه تجيلي وتعاوني. لا انا مش عارف ايه، لا ما ينفعش. فهنا جزء منه عدم ادراك الطرفين لبعض كويس، ما بيدرسوش بعض كويس. من حيث الطباع، ما بندرسش طباع بعض، ولا بندرس شخصيات بعض، ولا عندنا شباب للزواج والبنات ما بياخدوش دورات في الزواج. ايوه، يعني استاذ طارق اللي داخل مشروع بيعمل دراسه جدوى وبيدرس السوق والحاجه اللي تطلب وايه البضاعه المهمه اللي محتاجها السوق، هو بيفهم في الحكايه دي ولا لا، ونقعد نخطط ونهندس ونعمل. الزواج لا عندنا للاسف الا من رحم ربك. عايز اتجوز ويا سلام يا حبيبي، هتفرحنا اخيرا بيك، يلا. وكل شويه نقول للبنت امتى بقى نفرح بيك؟ امتى بقى تفرحينا؟ طب هل على الناس زي نفرح بيها؟ لا. لا بناخد دورات في علم انماط الشخصيه، البنت تبقى عارفه هي عايزه ايه. ولا الشاب عارف وعايز ايه من الزواج، ولا هيدي ايه؟ ما بناخدش دورات في الكلام ده. او لا، نيجي ياخدوا معلومات من اصدقائهم. الزواج كذا، وطبعا على حسب بقى صديقتها دي كانت متجوزه زواجها هي، تقول لها ده الجواز ده جنه. فتعيشها عيشة وردية. لا جواز ايه بلا نكد، ده انا شربة من كعاني. خلاص كرهتها في الجواز. فهنا عيب كتير من الحالات دي بيبقى الزواج اللي طلق مبكر، لم يدرس الزواج كمشروع ولم يتهيأ له الطرفين. وفترة الخطوبة ما تناقشناش في حياتنا، ما تناقشناش في الطباع. وبعض البلاد احيانا بيبقى فترة الخطوبة مش متاح فيها الحديث مع البنت، في بعض دول الخليج لحد فترة معينة دلوقتي في الخليج فتح أكثر من البلاد اللي كانت منفتحة يعني. وفتح يعني بتسيب في بعض الحالات. كان بعض عادات الخليج البنت دي تروح السوق وتشوفها البياع، وتسافر تشوفها البياعين كل حد. واحد بس ممنوع يشوفها، المسكين اللي جوزها اللي انه كتب كتابه لسه ما دخلش بيها، يشوفها امتى؟ يوم الدخول. فيلاقي واحده كان عايز كذا، فيلاقي خنفه مثلا، يلاقيها قصيره رفيعه. مش بقول الخنفه ولا الرفيعه قصيره مشكله، لا، هو تصوره معينا عن زوجته. اللي عايز لا حاجه ثانيه، مش قادر يكمل، يحاول يصبر مش قادر، وهي رخرة شايفة والله له فلان ده ابن ناس ومحترم وكذا. لا طبعا لا. وبعدين بعد ذلك بتبان الدنيا اكثر، كما حدث في الصحابيه الجليله
زوجة سيدنا ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، في أكثر من كده خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما خدتش بالها من عيوبه الشكلية اللي بالنسبة لها. ففي مرة جاي من اثنين من الصحابة طوال وعلى وسامة، فشافت بقى الفتنة، فقالت يا رسول الله إني أخشى الفتنة وأخشى الكفر، أريد أن تطلق من فلان. إيه اللي صبرها قبل كده؟ ما وقفتش على العيوب كما تتصور أو على بهذا الحد، مش عيب، لكن إيه اللي خلينا نتجنب ده؟ لأن في خطوبة لا طويلة ولا قصيرة. بعض الناس بعض إخواننا بعض الجنسيات فكلا عايز تخطب يا عم يوم يومين، تعالى اكتب كتابك وخش براحتك. لا يعني ما كاتب كتاب بيتحسب عليها طلقة، لا نطول المدة سنتين ثلاثة ولا تبقى قصيرة أسبوع أسبوعين. أيوة. لأنك أنت محتاج فيها راح ليه تكلمه الدردش، ده بيبين عدم دراسة شخصيات الناس لبعضها بيعجل للأسف الطلاق. أيوة. وأسباب تانية كتير يعني. أيوه.